السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح اتناول موضوع يمكن يكون شوي يخوف بالنسبة حق المبتدئين واللي ما جربوا هالشيء بالذات، اللي هو تقليم الأشجار المثمرة بالذات، ونوع الأشجار المثمرة اللي تثمر على الأغصان الجديدة مو على الأغصان القديمة، لأن في نوعين. هذه شجرة توت أو المالبيري اللي موجودة يعني عندنا في الخليج، في منها الأحمر وفي منها الأبيض، عموما من نفس الفصيلة. هذه شجيرة عمرها تقريبا سنة وشوي، صار الطول تقريبا يعني خلنا نقول متر ونص، وفيها تفرعات في الأسفل. طبعا مثل ما انتم شايفين في طبقة مالتش، هذه المهاد أو التبن الله يعزكم موجود صار لفترة. اللي تابعني في الانستغرام يمكن يتذكر تاريخ زراعة هذه الشجرة، وراح يطلع عندكم تاريخ زراعة هذه الشجرة في أسفل الشاشة هنا. ولكن في هذه المرحلة الحين دخل شوي البرد في ديسمبر، فهذه وقت مناسب إن نقلم ونبتدي نشكل هذه الشجرة على أساس نموها في المستقبل. شيئين لازم نحطهم في بالنا، أولا الارتفاع اللي نبيه والشكل اللي نبيه، لأن هذه شجرة مثمرة مثل ما قلت التثمير راح يصير في الأغصان الجديدة، فما نبي الأغصان الجديدة تكون في ارتفاع احنا ما راح نوصل له. شيء الثاني، ما نبغي في أي شجرة كانت أغصان متشابكة وتعرض، نبغي بالعكس تكون مفتوحة، تكون شكل مفتوح وتكون في مستوى ان احنا نقدر نقطف منها بسهولة، يعني حتى لو استعملنا يعني دري او سلم صغير نوصل بسهولة للثمر، بعكس لو تركنا الشجرة تنطلق براحتها وتصير طويلة ونخسر الثمر فوق ويكون كله بس حق الطيور والعصافير. فراح نقرب الكاميرا وراح نتكلم عن خطوة خطوة شنو راح نسوي. أول خطوة راح تكون إزالة هذه التفرعات الثانية، ونعتمد ساق رئيسي، فلازم نعتمد ساق رئيسي على أساس النبتة تغذي هذه الساق الرئيسي ويكون هو الساق اللي يكون أقوى، ومن بعده نبني الهيكل عليه. فراح نقرب الكاميرا ونشتغل عليها. مثل ما احنا شايفين في كذا افتراق عندي في الساق الرئيسي، عندي واحد واثنين. اول شيء راح ازيل هذه الافتراق، هذه واحد وهذه اثنين. هذه طبعا الاغصان اللي فيها السمك راح احاول ان اكاثرها بالعقل. بعدها نصعد شوية فوق وفي بعد تفرعات، فراح أزيلها. عندي هني تفرع رئيسي، فراح أزيل هذه. عندي هني فرع صغير بهذا الشكل. والحين راح أبعد الكاميرا ونتكلم عن التقليم من ناحية الطول. إني الحين حق الساق الرئيسي نفسه، مثل ما أنتم شايفين هذه الساق الرئيسي مربوط في عصا، مجرد لما يصير أسمك ويعني يوقف بنفسه. الحين عندي هذه الغصن الرئيسي اللي هو مثل ما أنتم شايفين يعني تقريبا أجرب للمترين، لأنه شوي أطول مني فتقريبا مترين. فاللي أبي إنه ما أبغي التفرع يصير في هذه الارتفاع، أبغي شوي أنزل على أساس التفرع أقدر أوصل له، لأن بعدين بعد تمد روحها على فوق. فاللي راح أسوي إني راح أقطعها في مستوى إن التفرع يكون في مكان يعني معقول إلى حد ما، على أساس لما النموات الجديدة تنتعش وتنطلق تكون في مستوى إن إحنا نقدر نوصل لها، ما تكون رفيعة. فأتوقع يعني تقريبا خلنا نقول لو قلنا بالكثير هني لحد هني أو ممكن أقل بعد، خلنا نقول هني راح أقطعها هني. فاللي راح أسوي إني راح أقطع على زاوية 45 درجة فوق البرعم هذه. راح أجرب الكاميرا لكم أكثر علشان تشوفون طريقة القطع. أعتذر منكم، صار في عندي مشكلة في التصوير وأنا لما قطعت، فمجرد أبين لكم أن القطع فوق البرعم هني على زاوية 45 درجة، فبهذا الشكل.
45 درجة أقطع فوق البرعم بشوي. ومهم أن احنا نسوي هذه الخطوة في البرد أو في عز الشتاء علشان النبتة تكون في ثبات وما تنزف بشكل كثير وتعب النبتة بشكل كثير. فحين هذه النبتة راح تبقى في ثبات إلى أن قريب الربيع راح تنتعش مرة ثانية وتبتدي تنتج أغصان جديدة وراح نعتمدها كبداية الهيكل لهذه الشجيرة. فمثل ما أنتم شايفين الحين نزلنا ارتفاع الشجيرة إلى هذه الحد وراح نخليها الحين تنمو ونشوف التفرع اللي يصير وراح نختار الأغصان. ممكن في المستقبل لو شفنا أن الأغصان مكانها غير مناسب ممكن نرد ننزلها زيادة لو احتاجنا، ولكن يتروى لنا هذه الارتفاع معقول أو حتى ممكن ننزل أكثر شوي لحد هني، يعني تكون تقريبا ارتفاعها متر عن الأرض يكون كفاية عشان التفرع. فراح نخليها بهذا الشكل وراح نستمر، وإن شاء الله راح يكون في فيديوهات وسلسلة لهذه شجيرة التوت اللي أتمنى أنها راح تساعدكم في تشكيل وتقليم الأشجار المثمرة اللي عندكم في البيت أو في أي مكان. فأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.